السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعضاء دي إكس إن في مكانه في المغرب، اليوم كان عندنا واحد لقاء مشرف، لقاء طيب مع الأستاذ والقائد ديالنا اللي كان لنا شرف كبير أننا نبركو معه. شكرا ليه بزاف على الوقت ديالو اللي عطانا، السي حسن دبا بارك الله فيه. شكرا الله فيك السي عبد الضيف، مرحبا، شرف لينا حتى انت. وهذه فرصة باش أننا بارك الله فيك السي حسن، وهذه فرصة باش أننا نطرحوا عليك بعض الأسئلة السي حسن. مرحبا بخصوص دي اكس ان، كما كنعرفوا ان الحمد لله دي اكس ان دخلت المغرب سنة 2019، وانا دخلت من مورا 2020 دخلت انا، يعني لقينا المنتوجات ولقينا المراكز. نعم. ولكن هاد الناس اللي دخلوا قبل من 2019، السي حسن كيفاش كانت الخدمة وكيفاش كان العمل وكيفاش كان؟ اولا كنشكرك السي عبد اللطيف، وسؤال صراحة مهم. بالنسبة للدي اكس ان في البداية شنو نقول لك، هو كانت صعبة نوعا ما، لان حنا لقيناها كما كنقولوا لقيناها واجده السي حسن، لقينا المنتوجات لقينا المراكز. بالنسبه لكم انتم صراحه في البدايه انا دخلت تقريبا في 2019 شهر 7، الاخير ديال شهر 7 ولا شهر 8 تقريبا. ديك الساعه يلاه كان يلاه تحل المركز ديال الفرع الرئيسي ديال الدار البيضاء، والغريب في الامر ان المنتوجات غير متوفره، كانوا تقريبا 7 ديال المنتوجات على ما اظن، زيت جانوز، هيميكو، كريم شجرة الشاي، صابونة، ويفيرا، ومعجون الأسنان، المهم هادو اللي عقلت لك. الناس دابا ملي كتهضر معاهم على المشروع، كتجلس معاهم كتهضر لهم على السبيرولينا وعلى المورينزي وعلى الفطر، ما يمكنش مثلا تهضر نتا على واحد الحاجة اللي هي ما يقدرش نقولوا الناس في غنى عنها، ولكن الناس بغاو شي حاجة اللي تقدر تزود الأجساد ديالهم. أصلا باقا ما كايناش. يعني كتعطي واحد الفكره، واحد الحاجه باقا ما كايناش. انت مثلا كتحبب للناس مثلا سبيرولينا غني بالفيتامينات البروتينات المعادن، المورينزي غالي بالانزيمات، وعند ملك الانزيمات الفطر الريشي انه فيه 40 عنصر غذائي. يعني من كتذكر الناس كتحببهم لهذا الخير، كيقول لك المنتجات فينا هم، كتقول له اعطيني الفلوس باش نجيب لك المنتجات. انا كتدخل عاوتاني في المرحله الثانيه، المرحله الاولى انك كيخصك يعني تبقى معاه تتقنعو انه يتسجل، لان الشركه غريبه على الناس، زائد ان الناس واخدين واحد الفكره على التسويق الشبكي انه تسويق وهمي، سنا فيه نصب، فيه احتيال، بحكم الشركات اللي مرت في المغرب وخارج المغرب واخدين واحد الصوره سيئه على التسويق. ولكن بفضل من الله، فضل الدكتور لي، يعني ما وصلت اليه دي اكس ان، ان هذا الشخص يعني بالصدق ديالو بالاخلاص ديالو، لان حتى هذا كيلعب دور، فانت كتقول للشخص بان هادو مكملات غذائيه غادي يزودوا الجسد ديالك بعناصر غذائيه من فيتامينات بروتينات معادن، غيطردوا السموم، مادام انه كيزودوا الجسد بهذا سميتو غيعززوا المناعه ويطردوا السموم. فانت اش كدير؟ انت كتخرج راسك وكتعطيه مكملات غذائيه، هو كيمشي كياخذ على اساس انها مكملات غذائيه، وكينسخ ثقافه اللي وصلتي ليه للناس اخرين، وهكذا كتمشي السلسله. الاشكال فين كيوقع؟ هو انت ملي كتعامل مع واحد الانسان في البدايه، حنا فاش كنا يعني ملي كتعامل مع واحد الانسان كمريض ومش على اساس ان هذه المنتوجات هي دواء وانها غتعالج المرض، اش كيوقع؟ الشخص غيستعملهم واحد الفتره غادي يمتنع، لا ناخذهم على اساس اش؟ دواء اللي غادي يتعالج يولي بخير صافي ما بقيت محتاج دواء، ما تشوفوش باقي كاع ما تشوفوش، ولكن انت كتحاول ان تقرب ليه المنتوجات، وكتحاول تحبب ليه الشركه وتعرفه بالمؤسس، وتقرب ليه النظام ديال الشركه كذلك، تعرفه بان راه هذا الخير في صالحك، غتستافد ماديا وصحيا. ماديا الا انت استهلكتي المنتوجات، انت اصلا كتستهلك. انا راه كنت درت واحد عمليه حسابيه ديال مثلا حنا كمغاربه، تقريبا درت واحد العمليه حسابيه لقيت ان كنستهلكوا تقريبا من 6000 درهم حتى 8000 درهم في العام. هادو غير ديال استهلاكات الاشياء الغير طبيعيه. بغيتي ولا ما بغيتيش؟ منها الحلويات، الاولاد، منها المعلبات، منها المعجنات، منها اشياء اللي هي داكشي اللي ما كانش عند جدودنا. من عند جدودنا. يعني درت واحد عمليه حسابيه ضربتها، لقيت في 10 سنوات كاين واحد 80000 درهم كاستهلاك. ال 80000 درهم شركه دي اكس ان جات قالت لك اذا انت عرفتي كيفاش تستثمر هاد 80000 درهم، يعني غتولي انت يكونوا معك شركاء معاك في الشركه،
غتولي تخرج في النهار باستهلاك يومي مع منتوجات صحية اللي الحمد لله اللي نالوا واحد القبول واحد الشهرة ماشي في المغرب يعني في العالم. في العالم يعني غتولي انت 80000 درهم يعني كتستهلكها انت والشركاء ديالك في النهار. الا ضربناها في الشهر شحال هذيك انت غتستافد والناس معاك غيستافدوا. اذا 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 شهريا غادي تخرج في واحد المبلغ استهلاكي اللي كنت والاصدقاء والاصحاب والعائله. فهذه هي ثقافه دي اكس بي، استبدال البقاله من منتوجات صحيه الى منتوجات غير صحيه. فدي اكس في المغرب كما ذكرت السي لطيف في الاول يعني كبش بدات يعني بدات شويه بصعوبات فعلا، ولكن رغم الدولة السياسيه عانينا صراحه في الاول مع المنتوجات والمنتوجات وحتى مع الاعضاء الشهادات ما كانوش الشهادات يعني حتى ديك الشهادات كيلعبوا دور شويه لان الناس كتبغي واحد المصداقيه ملي كيشوفوا الناس اعطيني الدليل اعطيني الدليل علاش هاد المنتوجات واش مزيانين فين هما الناس اللي كيهضروا عليهم. كانوا ديك الساعه بعض الشهادات ديال المشرق ديال سميتو الواحد ملي كتجيب ليه مثلا هذوك المشارق ما عادش يطيقك. دابا السي حسن 2019 دخل اول مركز للمغرب رسميا، دابا كاينين مراكز خدمه خدمه تبارك الله ما شاء الله وعلى هذا كثير في هذا المغرب ديال المدن ديال المغرب. اشنا هي النصيحه ديالك للناس الاعضاء الجداد سواء اللي مسجلين ولا اللي يلاه غاديين يتسجلوا لان كلشي متوفر لهم وما باغينش هذا الخير، شنا هي النصيحه ديالك السي حسن؟ هو اول شيء انا كنصيحه وكاين واحد الاشكال هنا السي عبد اللطيف انا اللي لاحظت انا في الاعضاء الجدد ان القدماء يعني اللي سبقوا الدي اكس ان يعني عطاو واحد المجهود وبذلوا واحد المجهود تدخل الدي اكس ان المغرب وعرفوا الناس بهذه المنتوجات لا شك انهم ارتقوا في الرتبه وارتقوا في العموله وحصلوا على بعض الحوافز. دابا ملي كيجي هذا العضو الجديد اش كيقول لي؟ كيقول لك انا خصني نوصل لهذاك العضو القديم لهذاك القائد ست انا يعني ما يسمى بالاستعجال يعني كيستعجلوا النتائج. هو دي اكس ان ماشي هكا، دي اكس ان ماشي بحال الشركات الوهميه. دي اكس ان كما كيقولوا احد القاده دي اكس ان تعطي ثراء اكيدا ولكن لا تعطي ثراء سريعا. هادي هو ما غاديش نقولوا ان الناس ما كاينش ثراء مع ما كاينش هو الربح راه كاين مع تسديد 100 نقطه. كاين حالات السي حسن كاين حالات مثلا اللي وصلوا مثلا شهر في 5 في شهر نعم هي نعم وصلوا الاعلام. مسألة كتبقى في الاجتهاد الاجتهاد وتسويقك للفكره للناس والاستقطاب ديالك. خاص كل يوم انا كنصيحه وتوجيه للاعضاء الجدد انت كعضو يلاه بديتي خاصك على الاقل تستقطب واحد 5-4 في النهار. ربما الواحد يقدر يقول لك هذا الشيء مبالغ فيه، لا كاين وسائل كاين الفيسبوك كاين انستغرام كاين تويتر كاين وسائل التواصل. حنا راه كنا شرحنا الطريقه ديال الاستقطاب كيفاش الانسان يدخل الفيسبوك ويستقطب ناس الحمد لله يعني تعلم انت طريقه الاقناع تحضر المراكز خدمه الحمد لله. دي اكس من الميزات ديالها انها من الميزات ديالها وانا كنت ذكرت هذا الشيء ما يسمى بشروط الشركة الصحيحة وما يسمى بالمعايير المعايير الشركة الصحيحة. منها أنها الدعم والتدريب اللي كتقدم للأعضاء ديالها كيكون مجاني وفي جميع مراكز الخدمة وحتى واحد ما غيحبسك الا بغيتي تمشي تحضر. نعم حتى واحد ما غيحبسك الا غتحضر حتى واحد ما يحبسك والحمد لله القادة يعني كيعطيو كاع داك الشيء اللي عندهم غير باش توصل المعلومة. الله يجازيهم بالخير كل واحد بالاسم ديالو سواء رجال أو نساء. يعني غير الانسان خصو يخصص وقته يحيد وقته رغم ان حنا فاش كنا موظفين في الشركه الله يشهد الا كنخدموا 9 د السوايع وما فوق 9 د السوايع ديال الديكس دي. 9 د السوايع ديال الخدمه من فوق تقريبا غير انا تقريبا ازيد من سنتين وانا في الوظيفه ورغم ذلك وصلت الرتبه وصلت الدخل المادي في الشركه اللي انا فيها مشيت دفعت الاستقاله ديالي وانسحبت رغم انني مرسام وكنتخلص. انا هذا الشيء كنقولوا ماشي يعني كنقولوا غير من باب ان الواحد يجي يقول لك ما عنديش وقت ولا يجي واحد يقول لك مثلا انا راه ما كنفهمش ولا راه كلشي الحمد لله ميسر. دابا 9 سوايع السي حسن قدام الخدمه هذه 9 سوايع ديالك كتخدم دي اكس كنخدم دي اكسين كنبقى معها تقريبا حتى 3 ديال الصباح وباقي ما كاينينش هاد الوسائل. ما كاينينش والله يا شيخ ما كاينينش وكنت ديك الساعه كنعرض تقريبا على 100 شخص ما شاء الله فكره 100 شخص تقريبا كل نهار
يقدر الواحد يقول لك هذا الشيء مبالغ ولكن هذا الشيء صدق. يعني كنعرضوا نيات ملي كتدخل فيسبوك كتنشر، كتدخل الواتساب كتنشر، مجموعات كتشارك، غير علاش؟ غير باش تطيح على واحد العضو ولا جوج ولا ثلاثه الله يرحمه انت، باش المستقبل يكون عندك بناء ويكون عندك فريق. يعني تهضر معايا ان حتى في التسويق الشبكي ولا في التنميه الذاتيه في العالم كله كيقول هضر معايا 100 واحد باش يتشدوا لك فيهم ثلاثه، الله يرحم والديك 100 واحد. ولكن كيكونوا بعض الاعضاء لا باك يلا ما هضرت مع حتى واحد في الشهر كله كتقول لك وانا راه خدمت وراه ضربت تما راه هضرت مع الناس راه شرط ولكن ما تقنعوش ليا. شكرا بزاف. مرحبا السي حسن. مرحبا قائد المخضره اللي عاش قبل ما يكون ما تكون ديك سين في المغرب ومن المساهمين الاولين الانتشار ديال دي اكس سين في المغرب. شكرا بزاف السي حسن، كان لي شرف كبير انني هذا اول حاجه من الفريق ديالكم من الناس اللي تابعين المجموعه ديالك. شرف لي الثاني وشرف كبير لي انني نبرك معك في هذه الجلسه استفدنا منها. مرحبا ديال الفوائد. شكرا لك بزاف السي حسن. واخر كلمه للاعضاء ديالنا. الاخير كلمه للاعضاء ديالنا، اولا انا كنصح الاعضاء اول شيء بالقائد السعد اللطيف، ادخلوا للقناه ديالو. هذا الشيء ماشي مجامله ولا هذا الشيء يعني تبارك الله التمسنا فيك الصدق والخير انك بغيت توصل الفكره للناس بواحد البساطه. انا كنت من الناس اللي كنتابعك قبل ما نعرفك، بارك الله فيك الصراحه، هذا الشيء بدون كذب ولا انا كنتابعك قبل ما وانا هذه كنصيحه وتوجيه ان الاعضاء الجدد يحاولوا يستمدوا المعلومه من اي شخص، يعني ما يقتصرش الانسان. مثلا ناخذ من السي عبد اللطيف شويه، ناخذ من السي عبد الله شويه، من السي حسن شويه، ناخذ من المشارقه شويه، ناخذ لان يعني الحكمه ضاله المؤمن. الانسان خص يتبعها فيما كانت، يعني الانسان دي اكس ان هي ما كاينش شي قاعده اللي غنمشيو عليها. حنا النظام ديال دي اكس ان هذاك باين ما نهضروش عليه، ولكن بالنسبه للاستقطاب، بالنسبه لرد الاعتراضات، بالنسبه للمساله كتبقى مختصرة عليك انت. انت شنو هما المؤهلات ديالك؟ شنو هما اش تعلمتي؟ يعني واش عندك شي حاجه اللي مثلا نقدر يعني ترد بها الاعتراضات وتستقطب بها؟ هذا الشيء كيبغي الممارسه والصبر وعدم الاستعجال. انا اش يعني الشيء الوحيد اللي كيكلمني هو الانسان كيستعجل، ما يستعجلش الانسان ويصبر ويستمر باذن الله غادي ينال الخير مع ديكسي. شكرا بزاف السي حسن على المعلومات ديالك. شكرا بزاف على اللقاء.